زينب عبد الرحمن زيدان، مرشحة عن دايرة البساتين في جنوب القاهرة، ونازلة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أنا عندي 43 سنة، بشتغل رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية من أكثر من 20 سنة، وطالبة في كلية إعلام جامعة القاهرة. أنا مش أول مرة أنزل أترشح، أنا نزلت ترشحت قبل كده، نزلت في كتة المرأة في 2010، ونزلت ما كنتش بعمل في العمل السياسي نهائي، أو ما كنتش منتمية لأي حزب أو أي كيان. أنا نزلت مستقلة، ونزلت كنت حابة إني أشارك وأكون لي دور سياسي. أهم التحديات اللي بتقابلني دلوقتي هي صفة رأس المال على المشهد السياسي. رأس المال لما ينزل تاني ويسطو على المجتمع المصري هيفسده، بصرف النظر عن نجاحي أو عدم نجاحي، ده توفيق من ربنا. أنا هعمل اللي عليا واللي ربنا هيوفقني ليه أنا راضية بيه. لكن اللي هبقى زعلان عليه قوي إن رموز النظام السابق يرجعوا تاني للبرلمان ويكون لهم دور في المشهد السياسي القادم. بالنسبة للبرنامج بتاعي، هو برنامج الحزب، واحنا دايما بنظرنا موجه للفئات المهمشة والبسيطة. بطبيعة البرنامج بتاع الحزب بتاعي أولوياتنا طبعا قضايا المرأة. احنا داخلين على 39 مليون امرأة بتعول منزل أو بتفتح بيت في مصر، فبالتالي لها أولوية إن هي كلها تضمن حقوقها وكلها ضمان حياة كريمة. الشباب اللي محدش بيفتكرهم خالص ودايما دورهم مهمش. الشباب إذا كان في نسبة البطالة تعدت 13%، ففي منهم تقريبا 7% مرأة، فدي نسبة برضو مش قليلة. ملهمش مكان يقدروا يشتغلوا فيه بما توافق مع التعليم بتاعهم أو الكارير التعليم بتاعهم، فبالتالي لازم يكون في توازن في المجتمع للفئات دي. الناس البسيطة، أصحاب المعاشات، الناس البسيطة اللي هم العمالة المؤقتة والعمالة اليومية وعمالات المنازل، بتمنى إن أنا أكون صوتهم، وبتمنى إن أنا أقدر أمثلهم، وبتمنى إن أنا أقدر أكون إيديهم اللي تقدر تسد لهم حقوقهم، خاصة في المناطق بتاعتنا اللي فيها مشاكل كبيرة قوي في البيئة وفي البطالة، وفي كما بقول محليات كمان عندها مشاكل كبيرة في المحليات. عندنا شقة تعبان بالمشاكل كلها والقوانين الكتيرة اللي بتصدر بدون النظر لطبيعة العمالة. في 5 مليون عامل شغالين في الرخام وفي المحاجر ومحدش منتبه لحقوقهم. كل دي البرامج بتاعتي اللي أنا فعلا بذاكرها وبحاول أكون ملمة بيها عشان أقدر أوصل بيها لكل فئات المجتمع.